نروح بقى للكره العالميه، نروح لليفربول. ليفربول، اعلن نادي ليفربول الانجليزي عن الفايز بجائزه افضل هدف سجله لاعبي الفريق بجميع فئاته خلال شهر سبتمبر الماضي. النجم المصري محمد صلاح مهاجم الفريق نال جائزه افضل هدف ليفربول خلال شهر سبتمبر، وده طبعا بفضل هدفه في شباك نادي ليدز يونايتد الصاعد حديثا للدوري الانجليزي الممتاز. ويمكن هدف ساديو ماني جه في مرمى تشيلسي كان في المركز التالت. كنت عايزه اقول لك ان يورجن كلوب في مباراه 7-2 دي ليه مصممة على 7-2؟ عشان مش قادره اتخطاها. ليه بتفكرينا دايما؟ يعني انا كنت يا دوب بتخطى بايرن ميونخ وبرشلونه 8-2 جالي 7-2 بتاعت ليفربول. يورجن كلوب 19 سنه تدريب، أسوأ هزيمة تعرض لها كانت 7-2 بتاعت ليفربول وأستون فيلا. بس ما سمعناش إنه وسائل الإعلام في بريطانيا بتطالب بإقالة مجلس الإدارة، ولا إنه جماهير ليفربول بتنادي بإقالة يورجن كلوب. ده بيحصل مع الأهلي بس. يعني والأهلي بجد ما بيخسرش 7-2 دي. لا يعني هي فكرة إنه ردود الأفعال السريعة دايما بتبقى غير منضبطة. يعني طبعا. يعني ممكن يبقى في حزن، ممكن يبقى في ألم، الناس اللي بتشجع ليفربول بالتأكيد تألمت، بس مش ممكن تستغنى عن مدرب زي كلوب، راجل عامل مشوار حط رجع لليفربول مجده مره تانية وقدر يفوز ببطولات كتيره جدا. فمش هزيمه حتى وان كانت قاسيه بالشكل ده تخلي الجماهير تنادي باقاله مدير فني او وسائل اعلام تهاجم القائمين على اداره نادي ليفربول.